نخلي مرضة السناب، نخلي هذا المي وغير المي ثلاث أربع خمس مرات لحد ما نتنظف من الأكلة ونرجع له. حميت الزيت وراح أنزل المشمش. مثل مقطع جوانح وفل. نشوفكم ويا المشمش. معجون طماطم. Red pepper, fresh pepper. فلفل أحمر حار. نمي بصرة. ننزل السناب مالكم وغطيه لحد ما يذبل. ذبل السناب واني ما ضايفه اي مي لي هسه، اذا تحبون تتركونه في الشكل هذا او تضيفون مي. راح اضيف البلح، راح اضيف شويه مي حتى اسوي لها مثل المربى. هاي النتيجه النهائيه لمربى السناب اللي سويتها هاليوم ويا الفريش مشرومز. هاي سويت وياها رز بشعرية، خلصت وطلعها بهالشكل هذا. أتمنى تكون عجبتكم، ونشوفكم إن شاء الله بوصفات ثانية.